مشاهدينا، ضيفتنا لليوم امرأة مميزة جدا، استثنائية، عداقة لبنانية، وتعتبر أسرع امرأة بتاريخ لبنان، وأيضا اختيرت ضمن 100 سيدة الأكثر تأثيرا في العالم. عزيزة سبيتي، ما بتقرب مني بس من نفس العائلة. عزيزة صباح الخير. صباح النور، كيفك؟ الحمد لله تمام. ماشي الحال؟ أول شيء نفتخر بكِ. ثانك يو. بنشد على ايدك. ميرسي كثير. وبدنا نعرف الناس اكثر عليكي، كيف يعني اسرع امراه في لبنان؟ بلشت اركض من انا كثير صغيره، بس لان اكتشفوا انه عندي هالتالنت. فالشخص اللي بيكون عنده رقم لبنان على مسافه ال 100 متر اللي هي اسرع مسافه، نعم، بيصير عنده لقب اسرع شخص بالمنطقة تبعي. صح. نعم. فكسرت الريكورد بال 2018، ومن وقتها لهلا صار 6 مرات كسرته، يعني كل مره بحسنه اكثر واكثر. حلو كثير. ايه، فهيدا هو التايتل اللي طلع عليه. طيب عظيم. عزيزه، من هون رحنا على حضرتك، حدا مؤثر من ضمن 100 مره مؤثر بالعالم. فكيف رياضي ممكن يكون مؤثر بطريقه انسانيه او اجتماعيه؟ كيف استغليتي هذا المطرح لهذا المطرح؟ ايه، هلا لانك قلتي 100 امراه بالعالم، حسيت انه رقم ال 100 يمكن هو ماي لاكي نمبر، 100 متر و100 امرأة. صراحة أنا غير الركض كتير بعمل نشاطات اجتماعية بلبنان. فبشتغل مع جمعيات، منهم بس لتوعية الشباب والصبايا على أهمية الرياضة وعلى أهمية كمان إنه يحققوا أحلامهم شو ما كانت بالحياة. حلو. كمان بجمعيات كرمال الإكواليتي بلبنان وكل شيء خاصه بالدايفرسيتي والريسيزم بلبنان. عظيم. نحن عم نشوف صورك بس عم خبي. عم يمرقوا نحن عم تحكي هيك لنستغل الوقت أكثر. نعم. فإذا اشتغلتي مع جمعيات إنسانية واشتغلتي على التنمية كأنه البشرية والإنسانية. صح صح. كرمال هيك إنه يمكن كان من خلال تجربتك. صح، إنه اليو إن ويمن شافوا أخبار، وعندي كثير إنه انترفيوز مع كثير مجلات، منهم جي كيو ميدل إيست، ومنهم هي، وكثير كثير إنه إعلام من برا. فبعتقد إنه قد ما كان عندي هيدا الشغل الاجتماعي، بالإضافة إلى إنه طلعت بطلة العرب هالسنة الماضية بال 200 متر، وبطلة غرب آسيا، واسرع 6 اشخاص باسيا، نساء باسيا على 100 متر وال 200 متر. فبعتقد انه كل هول مع بعض شكلوا هيدي الحاله. صح. وكمان لان كان عندي شغل مع بي بي سي، انه كان عندي انترفيوز معهم، فعرضوا اسمي على لائحه وطلعت من ضمن اللائحه اللي كان فيها كمان ميشيل اوباما، امل كلوني، وكثير من النساء بالعالم. فكان انه فخر لإلي كثير انه كنا عم مثل لبنان بهيدي اللائحه. كمان عزيزه بانك وصلت لهيدا المطرح، واكيد كل جهد وكل شيء نزرعه رح يمشي نحصده ولو طال الوقت. طال كتير، 15 سنة صلي عم بركض، ويمكن هالسنة الماضية هي أول سنة هالقد تقطفي بقطف مثل ما عم تقولي. هو التراكم الكمي يؤدي إلى تغير نوعي. صح. فهيدا الشيء بيصير. ونحن أنه أنت لبنانية أخي، شي بتمثلينا، بتمثل المرأة، بتمثلي أي شخص عنده أحلام. نعم. كتير حلو أنك عم تقولي كمان بطريقة غير مباشرة للشباب أنه ما في شيء صعب يتحقق. يمكن يكون صعب، بس انه ما توقفوا تلحقوا احلامكم، لان عن جد يمكن نقطة الضعف اللي بتكونوا بدكم تو جيف اب ايفري ثينغ هي النقطه اللي رح تحصدوا كل شيء موجود. يعني كمان بس بحب زيد انه انا مع انه رياضيه ومكرسه كل حياتي للرياضه، بس بذات الوقت كثير اشتغلت على نفسي من ناحيه الشغل والعمل والدراسه، لدرجه انه هلا طلع لي فول سكولرشيب ام بي اي بالايو بي، لان النشاطات اللي عم بعملها رياضيه كان بدهم حدا انه يمثل الجامعه يمكن ويفرجوا صوره حلوه للبنان من خلال الرياضة كمان. فما تخصصت رياضة يعني؟ لا، تخصصت بالالي يو بالبزنس مانجمنت، وكان عندي شغل انه 7 سنين بمجال المانجمنت. اخر شيء قلت انه بدي كرس حياتي للشيء اللي بحبه، لانه الحياة كثير قصيرة. نعم. وما بدي يكون عندي انه كون عم فكر انه يا ريت كملت بهذا الشيء اللي بحبه لوين بدي يوصلني. فاخذت هذا الريسك وعملت وعطيت كل شيء لهالسبور، والحمد لله يمكن كان الخيار المضبوط. بس كثير مهم عزيزه ربما انه بحياتنا شغلنا يكون شغفنا. صح. يعني في كثير ناس بيعيشوا وبيموتوا ربما. صح. وما بيعرفوا وينهم. صح صح. شو بحبوا. صح. شو وين شغفهم، وبيعيشوا واجبات واجبات واجبات. صح. قد ايه حظك حلو انه شغفك هو شغلك. صح. يمكن شيء أثر فيه هو كتاب قريته ياباني اسمه إيكي جاي، اللي هو معناته ريزون داتر، أو إنه شو الريزن أوف بينج. فهون لقيت إنه الواحد وقت يكون عم يعمل شغل اللي بحبه وعم بجرب يغير بالعالم مش بس بنفسه، بيلاقي السعادة الطويلة أو سستينبل هابينس. حلو. طب عزيزة خبرينا شو السر وراء هيدي الثقة؟ يعني أنت اسقطت علي شعور انه شخص هلا النجاح طبعا بيعطي ثقه. صح. بس ياما في ناس ناجحين اذا تحدثتي معهم شوي زياده بتلاقيهم هشين. يعني بيزبطوا. فانت لا، بيني واثقه. هذه الثقه منين اجت؟
بعتقد اول شيء من العائله، انه من انا وصغيره عندي كثير سبورت سيستم كبير من عائلتي اول شيء، ومن المدرسه اللي كنت فيها عندي كمان سبورت كثير قوي. حياتنا لجميع اللي عم تذكريهم صح. فوقتا نشوف انه عندنا هالقد ناس داعميننا، اهم شيء عن جد بالحياه انه يكون عندك ناس حواليك عم يدعموك اكثر واكثر. فمن من الكوتش تبعي جورج عصاف لهلا الكلب اللي عم بركض معه لاتشون، كل هول الدعم من انا وصغيره لهلا بحسهم انه عاملون الشخص اللي انا هو هلا. وكمان انا بعرف شو بدي، فالانسان وقت يعرف شو بده بيكون عنده ثقه، لان خلص انه عنده ايمان كمان انه شو ما بده ان شاء الله يوصل له. فكل هول. طيب والعناوين اللي تبنيتيها الانسانيه، نعم، فكره انه العمل ضد العنصريه، العمل ضد البولينج، التنمر، العمل ضد، يعني هول دعمت فيهم الناس لي مورس تجاههم هالشيء ورفعتيهم كشعارات. منين اجوا؟ ليش؟ يعني انت عشت هذا الشيء مع لأن نفسك؟ عشت هذا الشيء انا وصغيره، يعني بفتره مورس عليك تنمر؟ صح، لان انا كنت عايشه بليبيريا ونقلت على لبنان، وانا بليبيريا بعرف حالي لبنانيه، انه اي نو انه انا ليبيريه ولبنانيه. بس وقت انا نقلت على لبنان يمكن الناس حوالي كان اول مره بيشوفوا شخص لونه غير او شكله غير. فقطعت بفتره تنمر صغيره، بس دائما بقول انه انا كان عندي بريفليج انه حوالي اعطوني ثقه اهلي، فما كان عندي شيء انه لا انا كيف هيك. يمكن فتره كثير قصيره، بس بعدين عودت العالم علي. بس وقت اشوف ناس عم يقطعوا بهالشيء وما عم يقدروا، بتحسي فيهم؟ بحس فيهم كثير. بفيقوا فيكي هيدي الذكرى؟ اكيد. كرمال هيك بحب ضوي على الموضوع كثير، لانه الانسان انسان. كثير مهم اللي عم تقوليه، وخاصه انه التنمر هي عاده موجوده بالمدارس على فكره مع كل الناس. مع كل الناس، مع يعني وقت لانه صبي، لانه الصبي كثير شاطر. صح، عادي كثير شاطر على النيرد او على السايز او على شو ما كان، مش بس اللون. فكرمال هيك انه بحب ضوي على هالموضوع كثير. فنحن بنعرف انه المتنمر كمان يعني عنده مشكله. مشكله صح. المتنمر عنده مشكله، والمتنمر عليه صح حيشكل له مشكله اذا ضل فيها 100%. فمن هيك انت تبنيتيها صح؟ صح، من نعم. هلا بتعيشي بلبنان حضرتك؟ انا عايشه بلبنان، يعني بيست بلبنان. عندي كثير، يعني هلا بعدني راجعه من المانيا، واخر الشهر رح على اسكتلندا على بطوله العالم. بطوله العالم؟ ايه، تمثل لبنان بسباق 60 متر. شو امالك بهالموضوع؟ قد ايه يعني ممكن هلا هو تجيبي نتائج؟ هو بلبنان بيبعتوا شخص واحد، فانا الوحيده اللي تاهلت على بطوله العالم. نعم. يعني دائما انه تاهل بالنسبه لي انه كانه عملت انجاز كثير كبير. كثير بعيد انه اقدر اربح ميداليه، لانه خلص بنعرف الارقام موجوده، فبتعرفي وين رح نكون. بس اكيد هدفي جرب انه ارجع. كثير كبير ما بين كثير كبير كثير كبير، لانه ديفلوبمنت بلبنان بمجال السبور بعده شوي ضعيف. مش مثل برا. بس هدفي ارجع اكسر رقم لبنان بال 60 متر. انا اوريدي عندي اياه، كسرته اخر مره ب 2022، وان شاء الله هلا اقدر اكسره ببطوله العالم بعد مره. وكمان بعد لاخر السنه تقريبا، يعني باوغست، شهر اوغست بيكون في الاولمبيك جيمز بباريس، وهدفي كمان جرب اتاهل على الاولمبيك جيمز بباريس. يعني من هلا لوقتها رح اعمل كل شيء انه جرب. لازم احنا عندنا هون كانت ضيفتنا حدا له علاقه بالتنميه البشريه والطاقه والان ال بي، وهيك اذا عندك فكره. بتقول انه لا ما تقولي، يعني انه صعبه. ايه لا ما تسمعي راسي. صح صح صح، فكره انه صعبه. لا انت شوفي حالك عم تاخذي الميداليه وقفي على هذا الدرج بوديوم. ايه بوديوم، وقولي انه انا رح اخذها ان شاء الله، وانه ما في حدا اهم ولا حدا اقوى. عن جد يعني عم بعمل كل شيء ما فيي، عم بعمل كل شيء ما فيي. يعني بالنهايه كل شيء مكتوب لنقول لتس، بس انا رح اعمل كل شيء ما فيي تجرب بكون عم مثل لبنان بباريس. نعم. شو الطموحات الجايه؟ شو الاحلام؟ وين بنشوفك؟ إيه؟ معقول تكوني مثلا مدربه كمان؟ انا شوي بعيده بمدارس. انا شوي بعيده عن مجال التدريب، بس اكثر بمجال التنميه من ناحيه الرياضه، يعني كاورجنايزيشنال. يعني انا هلا عم بعمل اثنين ماسترز، وحده ام بي اي سو ماسترز ان بزنس ادمنستريشن، وماسترز بالاولمبيك ستاديز اللي هي علوم الاولمبيه. فكتير فيهم ريسيرش. بعدين شو حتى يعني شو بصير اذا يعني هلا اول ما خلص ان شاء الله، اول ما يخلص اوغست وتخلص الاولمبيك جيمز، في عندي بان انعزمت على كرواتيا تكون ون اوف ذا سبيكرز، يعني نقوني من بين كثير سبيكرز تكون عم بعطي بانل ديسكشن عن جندر ايكواليتي. فهيدي اول ستيب حس من انه اكون عم بعطي هول السبيشالست تبعي او الاكسبرتيز تبعي بمجال الرياضه، بمجال كمان حتى الجندر ايكواليتي وكل شيء اللي بحكي عنه
بالحياة الطبيعية. كثير حلو. تاني شيء كمان انه انعزمت اكون تيد توك سبيكر، فحس انه عندك مسؤوليات، عندي مسؤوليات بعدك دكتورة. بس انت قدها اكيد، وقال يعني ما اخذك الحياة على هذا المطرح الا لانك صح بتستحقين هذا المكان. صح. كمان جا على بالي اقول لك انا كوني انا ام وعندي اولاد بالمدارس والامات هلا عم يحضرونا بحبوا كمان تروحي على المدارس اذا بدك. لا بروح على المدارس يستقبلوك تحكي تجربتهم تجربتك، وبنفس الوقت يعني مثلا تدعيهم لحدا شوي رياضي. هذا جزء من العمل اللي بعمله، يعني كثير ببرم على المدارس وعلى الجامعات وبحكي عن توعيه عامه عن الرياضه وعن اهميه انه الواحد كمان يلحق احلامه مثل ما قلنا. واتس فيري امبورتنت كمان انه عن جد الاهل بذات الوقت، يعني انت عم تقولي عندك ولدين، انه كمان يحمسوا الاولاد انه تو فولو ذير دريمز no matter قد في obstacles بوجهن. فدايما بشجع هذا الشيء. لكن بنقول هيدي رساله ونصيحه وصوت عم يطلع من هون بيقول للاهل اللي عم يحضرونا انه دعموا اولادكم، شوفوا شو شوفوا مواهبهم، صح، امنياتهم، خياراتهم، دعمهم ولو كانت على الهامش، ما ضروري تكون الاساس، لانه بعدنا نحن بتعرفي ببلادنا صح الدراسه اهم شيء، الدراسه اهم شيء. إيه؟ وانه هيدي هوايه. هلا بس ما بنعرف الاهل بخافوا هوايه كمان، لانه إيه؟ بخافوا انه ما يعيشوا، ما يقدروا يعيشوا من الرياضه او إيه؟ من الرسم او إيه؟ من الموسيقى. إيه؟ فبقول لك اعمل دكتور او اعمل إيه؟ كذا غلط اكيد. بس هو نوز يمكن يكونوا على الفوربس ليست او على البي بي سي ليست، فهيدا يمكن اهم من حي الله شيء ماده يعني. نعم. على كل حال بدي اتمنى لك الخير عزيزه سبيتي، شرفتينا نورتينا، ودائما نحن عم نتابع اخبارك وفخورين فيك. ثانك يو كثير، اهلا وسهلا فيك.